اصبح جندة هامدة لا يملك حولا ولا قوة ولا كلام، وينتظر متى سيدفنوه. لا اله الا الله. ساعة ليست بالامر الهين، اي والله ساعة صعبة، اي والله، الا ان قلوبنا قست، قلوبنا قست لكثرة ذنوبنا، فلا بكاء ولا قشع. تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة. ما أشد غفلتنا، قال سليمان التيمي عليه رحمة الله، شيئان قطع عني لذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله. لم يعد يرتاح ولا ليسعد ولا ليطمئن للحياة. شيئان قطعا عني لذة الدنيا، شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله. ذكر الموت وذكر الوقوف بين يدي الله. وهي بعنوان